إنه أول يوم لك في المدرسة الجديدة، أصدقاء جدد، مغامرات جديدة، هذا حماسي. أجل، أتشوق لذلك. من الأفضل أن تذهبي، لا تريدين أن تتأخري في أول يوم لك. سأخذ ماتيك معي إلى المنزل. يفضل أن ينتظرني هنا. حسنا، كما تريدين، سأعود لأصطحبك بعد المدرسة. إلى اللقاء. حسنا إذن. مهلا لحظة. ظننت أنك متشوقة لتبدأ المدرسة. أجل، ولكنني لا أعرف أحدا هنا. سيصبح لديك أصدقاء، لا تقلقي أبدا. مرحبا أيها الصف، هذه سنة مهمة جدا، ستتعلم. هذا يعني المزيد من الفروض المنزلية. مرحبا، بالمناسبة أنا أليكسيا. وأنا اسمي أودران. بدل أن تتحدثي فقط إلى أليكسيا، قدمي نفسك للصف. وصلت فلو إلى المدينة خلال العطلة، هيا فلنرحب بها. مرحبا، اسمي فلو. مرحبا فلو، أهلا بك، أنا واثقة من أنك ستتأقلمين. والآن لنبدأ أول درس لليوم. حسنا، سوف يدق الجرس، فلنأخذ استراحة. وأخيرا كنت أشعر بالملل، أراك في الخارج. مرحبا. ماذا تريدين؟ أخبرني ما اسمك. مارك، أصبحت في المرحلة الثالثة في هذه اللعبة. ولكن ألن تخرج للعب في الملعب؟ ماذا قلت؟ الخروج إلى الملعب؟ هذا ممل، لا سأكمل اللعب بهذا. يجب أن أجد فلو فورا. لقد تذكرت شيئا، علي الرحيل. أتساءل ما خطبها، أود أن أعرف ما هو الشيء المهم. عرفت هذا، علينا الذهاب إلى مملكة بوكيت. يجب أن نحذر من أن يرانا أحد. سير وسائد مجددا. أحتاج الطوق. شكرا فلو، من يحتاج إلى جرو هذه المرة؟ إنه زميلي في الصف، اسمه مارك، رأيته اليوم للمرة الأولى. بدأت المدرسة؟ أجل، علي العودة قبل انتهاء الاستراحة، وإلا سأقع في المشاكل. لا تقلقي، الوقت هنا مختلف. كنت أحب المدرسة، كنت الأول دائما. هل أنت واثق يا سيرو؟ كنت أول من يصل إلى المدرسة في الصباح. حسنا، مارك ليس أول من يخرج للعب خلال فترة الاستراحة. ألا يحب الاستراحة؟ هذا مستحيل. ألا يستمتع باللعب مع التلاميذ الآخرين؟ لا أعرف شيئا، يفضل البقاء في الداخل للعب ألعاب الفيديو على اللعب في الخارج. رأسه مليء بالرقاقات مؤكد. أنا أحب اللعب في الخارج، ولكن ما هي ألعاب الفيديو؟ إنها قصة طويلة ماجيك، أريد أن أقول إن مارك يلعب وحده دائما. إنه الكتاب. لنرى ما ستخبرنا به موسوعة الكلاب، أؤكد أننا سنجد الصديق المناسب له. لكن هذا رومي.